السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المافكس اللي ده مهم جدا، ده موديل البروجيشن ماتريكس، او بنشوف مدى تطور البيم او بنشوف تسليمة البيم بتبقى عاملة ازاي. الجزء دوت ده اهم العناصر اللي موجودة في المشروع مترتبة، يعني ده مثلا سبستراكشر، ده الشيل، ده الانتريور سيرفس، بعد كده تدخل في الحاجات المعمارية، تدخل في كهر ميكانيكال وهكذا. كل عنصر من العناصر ديت بنبدأ بقى نشوف. هسلمه لك في ديزاين كونسبت اللي دي كام، 100 200 300. طب في ديزاين ديفلوبمنت المفروض كله 200؟ لا مش شرط، ممكن اتفق معايا ان انا اسلمه له 100. طيب في الكونستراكشن دوكيومنتيشن في حاجات هتسلم 300، في حاجات هتسلم 200، في حاجات هتسلم 100، فببقى متفق معاه على المستوى الحاجات اللي هتسلم. الكونستراكشن فابريكيشن في حاجات هتسلم 400 وفي حاجات مش هتفرق، يعني لو قعدت اخش في التفاصيل بتاعتها مش هتفرق معايا في الشغل، فمش لازم اوصلها ل 400. تمام، دي فكره من الجدول. عندي ال او دي ده اللي هي الليفل اوف ديفلوبمنت، وعندي ام سي اي ده بنتكلم ده تبع مين او مين اللي هيعمل الحاجه دي. طيب اليوز جايد ده حاجات مرشده ليا. طبعا الموديل بيبقى فيه اكتر من حاجه، بس بنتكلم من ناحيه الديزاين كوردينيشن. في ال او دي 100 مش مهم عندي الشكل، يعني نون جرافيكال داتا، مهم عندي الفكره نفسها او الكونسبت نفسه، يعني مش مهم عندي السايز. بعد كده في ال 200 بنبدا يبقى في الجينيريك اليمنت ظاهره في ثلاثيه الابعاد نبدا نشوفها. في ال 100 ممكن ابعت له مثلا شتات فيها حسابات تكييف والميه و و ما يكونش فيه حاجات معموله 3D. في ال 300 بيبدا بقى ندخل فيه تفاصيل اكتر. في ال 400 بنعمل لوحه شوب دروينج وازاي هتتعمل. ال 500 خلاص ده الحاجه اللي اتنفذت فعلا اثبتت. في ال 4D هنا التوتال بروجكت كونستراكشن ديوريشن بنبدا نشوف الحاجه المخطط ليها هتبقى عامله ازاي. في ال 200 بنبدا بقى نشوف تايم سكيلت وبنبدا نحاول نطور الجدول بتاعنا وهكذا. في كل مرحله بنزود التفاصيل بتاعتها. في ال 400 بنبدا نقارن بين البلانت والاكشوال. في الكوست هنا احنا لسه في الاول، فبنحاول نخمن الموضوع. هنا بنحاول نكتب الارقام ونخمن مرحله التنفيذ هتبقى عامله ازاي. بعد كده نوصل في الاخر ان احنا بنسجل بس المعلومات. تمام، في الاستدامه هنا في الاول بيكون مهم جدا موضوع الاستدامه وبيأثر، انما لو وصلنا بعد كده بعد شويه بنلاقي ان احنا عندنا عناصر، فبيبقى الموضوع هنا مثلا يبقى صعب ان احنا نغير. هنا خلاص احنا اخترنا الماتيريال، هنا اخترنا المصنع، هنا بدأنا نشوف الدوكيومنتيشن ونبدأ نحاول ناخد ال شهادة الليد. تمام، الانفايرومنت لايت طبعا هنا بنعمل دراسة والحاجات دي كلها. ما ينفعش نعمل دراسة في 300، خلاص هي الحاجة اتعملت، فبتبقى الدراسة في أول مشروع.